ميزان والدلو اخيرا. لا الميزان اتكحرت، اتبهدل. الميزان اتكحرت. انت عارفه حضرتك من شهر، بصي من شهر 3 احنا بقالنا سنين، بقالنا سنين. بصي الميزان شاف ايام صعب جدا، وشهور صعب وانفصالات وطرد من الشغل تعسفي، فاخيرا اخيرا الميزان بيبتدي يفوق واحده واحده. ليه؟ لان هوائي زيه زي الجوزاء وبرج الدلو كمان، يعني كميه ابراج بتنعكس الزوايا بتاعتها من غير الست شهور الاولانيين مختلفين عن بس انا سمعت ان برضو الميزان ده من الست شهور الاولانيين وما حصلش حاجه الحقيقه. طب ما ده يعني دي لقطه حلوه، يعني انت ممكن بما ان احنا فاتن وفاتن برج الميزان، الله، ممكن ايه الله يصبرك. تقول لنا والله تصدقي دعوه حلوه على الصبر. الله يصبرك. لا صبره، بصي لحد ما اشتكى الصبر. الميزان ما فيش حاجه بتكتمل عنده بسهوله. الميزان اكثر الابراج عرضه للاسحار وللعين. ما فيش حاجه بتكتمل معاه. دايما الناس بتحسده لضحكته، الناس بصله على كل حاجة بسيطة، ومع ذلك هو عطوف، هو عايز حد يفهم دماغه. الميزان كاركتر من أحسن الكاركترات اللي ممكن تتعاملوا معاها، جدع جدا وطيب جدا، بيصرف وشيك، لارج في معاملته، بيتوتي وبيحب البيت بتاعه يبقى كنبة. مفيش أحلى من الكنبة. حقيقة أنا كنبة. بس لو مود البيت يشجعك على كده. لو مود البيت مش حلو بتاخدي شنطتك وبتمشي وبدون اي تردد. ايه ده مش متردد؟ انا اعرف الميزان لسه بفكر. متردد، بس انا بتكلم في نقطه ان لو المود بتاع البيت او المود المكان حلو بيساعدك ان انت تقعدي. انا عايزه تتكلمي على الميزان بشكل عام ولا على فاتن؟ لا لا، دلوقتي على فاتن. استاذه فاتن. صح كده؟ ايه ده انا فاتن كده؟ حلو ده، يعني عشان تسجلي بقى كل الكلام ده. لا بس حظوظك اللي جايه حلوه قوي على فكره، ما شاء الله الفتره اللي جايه والعلم عند الله قويه جدا 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 فوق ما تتخيلي. ايه بقى؟ بتتقلب الايه. ايه بقى؟ خلينا نسمع بقى. بتتقلب الايه ليكي 180 درجه. حتى الشريك انت هتبتدي تهدي شويه في تعاملاتك معاه، وفي حظوظ ماليه حلوه جايه لك. انت شاطره في الماليات، بس بتصرفي على قد ما في فلوس بتجيلك، على قد ما في صرف. لان انت بتحب الشوبينج جدا جدا. انت عاشقه لتغيير الالوان. غمقتي شويه، لا انا هجري الاسبوع الجاي افتح. عصبيتك لازم تهدى. طب دي ازاي بقى؟ ده لازم. عارفه ليه؟ انا بحس الطاقات. وعلم الطاقات متشعب. انا اللي يخصني نفسيه الشخص ازاي بتتغير، وبغير مسار طاقه. صدقيني الميزان من الابراج اللي لو هديت البرج ده هيبقى اذكى واحلى برج في الابراج كلها، لان عملي، ذكي، طموح. الحياه عنده هي بس مشكلته في العاطفه، بيدي اكتر ما بياخد في العاطفه. ودي مشكلتك. بصي بقى بصي، انت الكلام جه على هواها قوي. لان لمستي او طاح احساسها. انا اختي ميزان. فاهماها يعني. شفت اللي هو عارف لو ركبت قطر التضحيات تعرف ان المحطه الاخيره. دي حقيقه. بتضحوا جدا جدا لدرجه ان انتوا ممكن بتدوسوا على نفسكم وبتتعبوا علشان تعب اللي حواليكوا، بس اللي حواليكوا ما بيقدركوش. فدايما بتستنوا فعلا العوض من عند ربنا. وفيكوا حاجه، فيكوا كارما وشفافيه غير طبيعيه. وده بجد، يعني بتسيبوا حقكم كده عند ربنا. ما بتاخدوش حقكم بالكلام، برد الفعل، لا انتوا بتسكتوا. ربنا هيجيبه لنا. وبيجي. بيجي والله. وبيجي واحنا شايفينه على فكره. على حياتها. اوعى تعمل فيه حاجه. هو انا تقريبا جيت على وتر جامد جدا. حساس جدا. اوعى تعمل فيها حاجه. شفت وفاء قالت لك لو جيت ربنا اللي بيجيب لي حقي. الميزان شفافي واحلامكم يتخاف منها. والله؟ يس. الاحلام. عند الميزان الاحلام بتاعتهم غريبه شويه. تحس ان في تواصل روحاني حلو ما بينهم وما بين ربنا. طب انا عايز اسال يعني سؤال في الجزئيه دي، هل